استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مكتبه بقصر الوادي سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والدكتورة حنان البوفلاسة القائم بأعمال مدير عام كفاءة الطاقة. واستعرض سموه خلال اللقاء رؤية الهيئة العامة للرياضة وخططها وبرامجها لتطوير الرياضة ودعم الأندية على وجه الخصوص، وبحث مع الوزير سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الشؤون المتعلقة بالرياضة. كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة شؤون الكهرباء والماء بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمختلف الأندية الوطنية والمنشآت الرياضية وتعزيز كفاءة الطاقة لديها، انطلاقا من جهود الهيئة في رعاية الأندية وتقديم أفضل الخدمات لهم. من جانبه أعرب سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان عن تقديره للجهود التي يقودها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للإسهام في تطوير الرياضة في مملكة البحرين والتي حققت إنجازات بارزة، مؤكدا حرص وزارة شؤون الكهرباء والماء على دعم القطاع الرياضي لتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال.